Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais très bien. Nous allons nous faire un peu de temps. Faites la vidéo, vous allez voir 5 business ideas que vous pouvez trouver sur internet. Vous allez voir un peu de plus. Avant de commencer la vidéo, nous allons voir un peu de temps. Comme vous le savez, vous allez voir un peu autant que créateur de contenu. Vous allez voir un like ou un commentaire ou un partage direct. Vous allez voir la plus de temps. Vous allez voir un peu 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 de temps. Vous allez voir باغي فريمون تشجعني وتعاوني خلي لي ان لايك خلي لي ان كومونتير بارطاجي مع اصحابك تفرحني بزاف وشكرا بزاف دابا ندوزو المحتوى ديال لا فيديو ذا فيرست بزنس ايديا شنو هي هي الاي كوميرس دونك الاي كوميرس الكترونيك كوميرس يعني الحاجه اللي كتبيعها سوغ انترنت او الخدمه اللي كديرها سوغ انترنت دونك الفكره الاولى هي الدروب شيبين دروب شيبين كتسمعها بزاف بزاف الناس كيتداولوها بزاف كيحاولوا يتعلموا كيتعلموا ليها وكتجيهم صعيبه وان هي ساهله في الفهم هو الدروب شيبين ديال لا ريلاسيون اونتر دو بيرسون اللي هو لو كليون et le fournisseur, que tu as les produits qui peuvent intéresser la cible d'hier, que tu as les produits soit sur un site personnel d'hier, soit sur des plateformes de vente, par exemple eBay, par exemple Amazon, que tu as fait le produit ou que tu sais. Une fois le client qui achète dès le produit, c'est que tu as le fournisseur 400, que tu as le produit ou que tu sais toi le client ou que tu as la marge d'hier. Dans la langue arabe ou la langue arabe, tu as le dropshipping ou ta samsar. Donc tu as le samsar, 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 ماشي ديالو ديال الناس اللي تفاهمتي معاه وعطيتي الثمن اللي بغيتي هو تمشي يخلص الفورنيسور اللي هو مول الدار ديال بصح وتياخذ لا مارج ديالو دونك هذا هو دروب شيبين غادي نخلي لكم ديسكرين شوت من الارباح ديالي انا ما نزلتش غير دروب شيبين مي حاول نكري لا مارك ديالي ما نعطيكمش بطبيعه الحال البرودوي اللي كنبيع او شنو كندير لان كل واحد وشنو تيختار دونك بديت هادي تقريبا من شهر ديال اوت هادو هما الارباح ديالي تقريبا 50000 درهم او لا اكثر من اوت حتى لاكتوبر دابا هادي تقريبا 3 شهور اللي خسرت عليها هذه ولا الانفستمون اللي درت تقريبا خسرت عليها 5000 درهم 500 اورو خسرت عليها في السيت ويب لي كومباني بيبليسيتير اي في لي بيبليسيتي دونك وليت تقريبا نقدر كندير دابا حاليا 100 اورو في النهار غير ديال لي فونت من دروب شيبين يعني البرودوي ماشي ديالي مي حاول نكري اون مارك دونك هذا كنسميوه البراندين دونك هذه الفكره الاولى ندوزو للسكند بيزنس ايديا دونك الفكره الثانيه اللي هي الاي كوميرس لوكال هي تيكون عندك برودوي تيكون عندك ديجا في الدار ماشي كتصمصر فيه ولكن تيكون عندك برودوي ديالك كتكريه كتحاول تبيعو سوغ انترنيت ابارتيغ دي ريزو سوسيو دونك انا شنو درت حاولت نجيب داك البرودوي عندي للدار و تنكونتاكتي لي انفلونسور لي بلوغوز او لي بلوغور و تنكونتاكتيهم ان برودوي غراتوي كيدير لي ان شوتات عندو في البروفيل دي ستوري دي بوست des posts indus sur Instagram ou sur Facebook et les clients qui viennent directement et qui contactent et ils ont bien le donc il y a des produits physiques donc il y a le fikra tchania deux le fikra tchata le fikra tchata il y a trading ou là l'investissement boursier donc quand tu investis dans la bourse tout le monde qui vous entend tout ce qui est le forex qui est le bzaf de choses mais ماشي هادشي اللي بغيت نهضر لكم اليوم mais la chose جديده اللي اكتشفتها واللي اكتشفناها dernièrement في la communauté ديالنا trading اللي هما stock en français qui s'appelle les actions commerciales donc مثلا شنو هما les actions كوميرسيال مثلا نتوما في المغرب الشركات الكبار اللي عندكم مثلا بحال سونترال بحال اتصالات المغرب دونك هادو نقول لكم تشريو منهم دي زاكسيون وكل ما كبرت ديك لاكسيون كل ما كتكبر كيكبر لو بورتفوي ديالكم غير حنا في الخدمه ديالنا شنو كنديروا كنشوفوا لي زاكسيون كوميرسيال ديال الشركات الكبار بحال كوكاكولا ماكدونالد ابل جوجل فيسبوك اتسيتيرا هادو هما اللي كنانفيستيو فيهم وهادو ممكن دير فيهم بزاف ديال الفلوس الا عرفتي طريقه ديال الانفيستيسمون او لو كنتي متبع شي واحد اللي تيعرف يحلل هاد النوع ديال لي زاكسيون كوميرسيال طبيعي الحال كاين فوركس حتى هو اللي هو تداول العملات كاين اندكس ماركت او لي زانديس هما مؤشر تيكونوا مجموعين فيه اقوى شركات ديال ديك الدوله مثلا الا قلت لكم الكاك 40 مجموعين فيه 40 اقوى شركه في فرنسا الا قلت لكم مثلا الداكس 30 مجموعين فيه اقوى اكبر شركه في المانيا دونك هادو انفيستي فيهم رابع فكره هي سيلين سيرفيسز اونلاين دونك هادي خاصك تكون انت ديجا معلم معلم شي حوايج عندك دي كومبيتونس اللي ما عندش ناس اخرين نعطيكم غير مثال انت كديفلوبي كديفلوبي في ويب ابليكاسيون ايتترا انت كدير ديزاين ديزاين بفوتوشوب كدير المونتاج في ادو بروميير في دي لوجيسيال دونك تات بروبوزي داك السيرفيس ديالك فواحد البلاتفورم بحال دابا يوديمي بحال فايفر اللي غادي اللي كنتو انتريس ندير لكم عليهم فيديو كيفاش تكريو ان كونت تما وتبيعو السيرفيس لان حتى انا كندير هاد القضيه هادي عندي ان كونت سور فايفر كنبيع فيه لي سيرفيس ديالي كندير ديزاناليز في لابورس وتنحاول نبيعهم
الناس دونك كريز ان ستور وتنحاول نحط السيرفيس ديالي بان بري اللي هو ابوردابل لكلشي وتنحاول نبيع للناس بارتو دون الموند دونك لي زوين في هادشي سي كو لا بلاتفورم تجيب لك الترافيك دونك ما كتحتاجش تتخلص اولا باش تبان عندك تيخص مثلا نعطيكم واحد لا تكنيك خصك دوك الخمسه مثلا الخمسه ديال اللي غيشرو عندك في الاول هما اللي يعاونوك باش تبقى تبان وكتطلع كتطلع في لي بروميير باج باش الناس تيثيقوا فيك والناس كيبغيو يشريو من عندك الا كنتي ما معروفش حتى شي واحد مشري من عندك الناس ما كيتيقوش فيك وكيمشيو لعند الواحد داك الشخص اللي ديجا باع بزاف ديال الناس وعندو عندو كاسموليتي سيستم هي ديك خمسه النجوم اللي كتبان تمشي يقرا لي كومونتير تشوف واش مزيان ولا لا وتيشري من عنده دونك اللي كنصحكم ديروا هو تخدموا مع شي صديق او شي صديقه ديالكم اللي تبقى تشري من عندكم داك لو سيرفيس تشري واحد الخمسه ولا اربعه المرات باش تحاول تطلعكم وتطلع ما بين الوالا والناس يثقوا فيكم هذا دونك هادشي اللي كندرت انا الفكره الخامسه شنو هي لانفوبرونيريا هي كتبيع لافورماسيون دونك انت ملي كتكتسب التجربه مثلا نعطيك انا مثال انا كتكتسب التجربه التداول او كتكتسب التجربه في الدروب شيبين وغادي واحد يقول لي امير وريني كيفاش ندير غاديش نوريه بيان سور داكشي اللي اكتشف انا وخسرت فيه بزاف ديال الفلوس غراتويتمون مي غندير له اون فورماسيون بحال اللي غتمشي اون ايكول وغادي يعطيك واحد لي كونيسونس غيعلمك واحد لي تكنيك دونك تتخلصوا دونك سي سا لانفوبرونيريا كتبقى تعطيه دي تكنيك باش هو ما يضيعش الوقت وما يضيعش الفلوس كتعطيه لاستوس ديريكتومون باش يبدا يخدم ويبيع على الانترنت دونك هذه هي لانفوبرونيريا حتى هي كنديرها كتبيع دي فورماسيون في نيمبورتو كنبيع مثلا دي فورماسيون اللي بغى يربح لارجون سوغ انترنيت في دروب شيبين في تريدين مثلا بغى يدير بغى شي واحد يتعلم مثلا الماركتينغ انا كنعلمو يدير الماركتينغ في السوشيال ميديا فيسبوك انستغرام بغى يتعلم يدير التارغيتينغ نعلمو يدير التارغيتينغ فهمتي داكشي كتحاول تبيع له داكشي اللي قريتي وداكشي اللي كتسبتي في التجارب ديالك حاجه اخرى نسيت ما قلت لكمش حتى هي فكره زوينه داخله سيلين ثينكس في الاي كوميرس العادي اللي هي فليبين ستاف دونك انا شنو كنت كندير دغيا كنت كنمشي لواحد اللي سميتو لو بون كوان اللي هو بحال ابيتون عندكم في المغرب وشنو كنمشي كندير كنحاول نقني على الحوايج اللي نقدر كنفهم فيهم ونقدر نبيعهم فاسيلمون دونك شنو مشيت كندير لقيت واحد خونا كيبيع ستوك ديال بيسيات كلو غنسيرو عندك بزاف ديال بيسيات وتحاول دير معايا ثمن رخيص دونك سيرش عنده هاد لي بيسي هادو اي 7 500 جيجا في ديسك دور 8 جيجا في الهارد فوالا سيرش عندهم ثمن رخيص وخليت لا مارج ديالي اللي غنبقى نبيعهم للناس باش يمشيو لي فاسيلمون دونك هادي كتسمى فليبين ستوبس هادي معروفين الناس داروا بها بزاف ديال الفلوس ولكن انت خصك ديرها بزاف ديال المرات وما تخافش دونك اما تشوف شي حاجه انتريسونت شريها وبيعها بثمن غالي دونك دابا غنحاول نعطيكم اربعه نصائح اللي تحاولوا تميكسيهم مع هاد الفايف بيزنس اي دي باش تقدروا تنجحوا ديروا خطه مزيانه وتربحوا منها بزاف ديال الفلوس دونك النصيحه الاولى شنو هي لا تضع بيضك في سله واحده دونك انا من هذا النوع مثلا نبغيش انفيستي وقتي اولا فلوسي في حاجه واحده لان شي نهار ممكن تبقاش خدامه شي نهار ممكن تبان شي حاجه جديده وتموت هذيك الحاجه القديمه دونك ديما كنحاول نوزع لانفيستمون ديالي بزاف ديال الحوايج ملي كنهضر على لانفيستمون كنهضرش غير على الفلوس ملي كنهضر على الوقت لان الوقت مهم بزاف اي تايم از ماني دونك هادي معروف دونك كنحاول انفيستي بزاف ديال الحوايج وكما قلت لكم دابا كندير فايف بيزنس اللي كنانفيستي فيهم اللي كنبيع ونشري فيهم دونك هادشي كامل اللي قلت لكم راني كنديرو ماشي تنكذب عليكم ولا شي حاجه دونك هذا النصيحه الاولى النصيحه الثانيه اللي هي بيع وشري في شي حاجه كتفهم علاش لان ملي كتكون كتبيع في شي حاجه ما كتفهمهاش كتلقى مشكل في التواصل مع الكليان كتلقى مشكل باش تختار لو برودوي كتلقى مشكل باش تفسرو وتحاول تقنع الانسان باش يبيعو اما ملي كتكون فاهمو كتكون عندك واحد السهوله في واحد الطريقه في الهضره دغيا كتقنع لو كليون ديالك باش يشري من داك لو برودوي وكتكون مبين بينك تايق في راسك وعارف شنو كدير النصيحه الثالثه اللي هي المعقول ثم المعقول لان ما كاينش المعقول كون على يقين لو بيزنس ديالك ما غاديش يدوم لا بينك وبين مع الناس لا بينك وبين ربي دونك انا نقول لك من دابا اذا ما كانش المعقول وكنتي غير مود الناس ولا بنت الناس ربي ان هادشي غادي يوقف لك شي نهار واخا دير الفلوس ما عرفت شحال شي نهار غادي تجي فيك شي ضربه هي هذيك دونك حاولوا تكونوا معقولين ما تسرقوا حد ما تنهبوا حد ما تحيلوا لحد دونك هذه نصيحه مهمه بزاف والنصيحه الخامسه اللي هي اهم حاجه اللي هي invest on yourself لان انفيستي في راسك هي اول حاجه قبل ما تبدا اي سيرفيس قبل ما تبدا تبيع اي حاجه قبل ما تفكر تبدا اي بيزنس اونلاين علاش نقول لك انا invest on yourself لان الا تعلمتي بغيتكم تكون انت هو اول حاجه يمكن لك تبيعها يعني من غير الا كان عندك برودوي تبيعه تكون انت اول حاجه تبيعها يعني تعلم شي حوايج اللي ما كتعلموهمش الناس تعلم ديفلوبي تعلم الماركتينغ تعلم الاكاونتين الكونطابيليتي تعلم شي حوايج اللي ما كتعلموهمش اي واحد تعلم شي حوايج اللي الناس غادي يبغيو اللي يحتاجوك فيها هذه اهم حاجه عاد ديك الساعات هادوك لي كومبيتونس هادوك يمكن لك تجمعو وتشاركو باش تقدر تبيع حوايج اخرين دونك هذه اهم حاجه انا ما كون ما درتش هادشي كون ما قريتش كون ما تعلمتش بزاف د الحوايج غير بوحدي كون ما نديرش هادشي اللي كندير دابا
حاليا. دونك وصلنا لفان الفيديو، ما تنساش عجبتكم تلايكي وتكومونتي كيما قلت لكم في الفيديو ديال الفيديو، وتبارطاجي مع صاحبك. تابوني الا كنتي جديد في القناه، الا كنتي جديد في القناه ما تنساش الا بغيتي شي سؤال ولا تهضر معايا خلي لي في سور في لي كومونتير سور يوتيوب اولا كونتاكتي لي انستغرام. نخليكم هنا ولا هنا ولا هنا، المهم دونك فوالا. ما تنساوش لي باغي انفيستي في لي زاكسيون كوميرسيال اولا في تريدين اون جينيرال، دونك نخليكم لو ليان ديال الجروب ديال انجل انفستور اكاديمي اللي كيديروا فيه ورشه التعليم bien que de nous faire des signes ou qu'on partage gratuitement etc. donc à l'écoute le lien tchèque, je vous dis à la vidéo prochaine, je vous dis à la vidéo prochaine, inchallah, ciao.